منتقى الحريات فلسطين مؤسسة فلسطينية مستقلة غير حزبية غير ربحية، يعني أخذت على عاتقها العمل بشكل أساسي فيما له علاقة بالدفاع عن الحريات. نحن مؤسسة مجتمع مدني لها دور سياسي واجتماعي واقتصادي سيكون له تأثيره على المستقبل الفلسطيني. بدأ الملتقى يعني في عام 2003 و2004 على أيدي مجموعة من القيادات والمهتمين والناشطين الفلسطينيين الذين يؤمنون بقيم الحريات، وإنجاز لنا التعبير هؤلاء كان لديهم رؤية وحلم على أن يكون في فلسطين يعني مؤسسة يكون عنوانها ومفصل عملها الأساسي هو الحريات. أخذنا على عاتقنا في منتقى الحريات بضرورة التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية وعلى آليات وطرق تقديمها في فلسطين. انطلق المشروع يعني بسلسلة من النشاطات والفعاليات، يعني أهمها اللي هو لقاءات بصناع القرار ودورات تدريبية وجولات ميدانية حقيقية ومباشرة قامت بها المجموعات الشبابية في الخمس محافظات المختلفة التي يستهدفها المشروع من أجل يعني التركيز على قضايا مجتمعية. هذا المجمع فاشل من كل النواحي. هذا المجمع سووا له سيارات البرايفت فقط لا غير. هلقيت لما شافوا فيش مردود مالي لأن السيارات البرايفت جابوا كل العموم اللي حطوا فيه. شو رأيك في المجمع في النظافة؟ منيح ذهب. يعني فيش حدا إنه يقول لك أنا المسؤول. يعني أنا صار لي 4 سنين بشتغل على خط على عبوين هام في المجمع هاي فيش خدمات. شركات الرقابة الشبابية على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المنبثقة عن ملتقى الحريات فلسطين، وضمن الجولات اللي احنا قمنا فيها وتعرفنا عليها رح نرجع اليوم نتابع بعض الأمور. أنا رمز الشعيبي منسق منطقة رام الله في شبكة الشباب الرقابية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة عن ملتقى الحريات فلسطين. احنا كشبكة رقابية بنكون بالرقابة على واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في بلدنا هون. قمنا بعدة زيارات لعدة أماكن، كان منها مجمع فلسطين الطبي، كان منها دائرة الطابو فلسطين ومركز المحافظة في رام الله، وإضافة إلى مجمع التاكسيات اللي احنا موجودين فيه اليوم. هذا المجمع فاشل من كل النواحي. تعال على الحمامات غير لائقة صحيا، النظافة عمال نظافة كل أسبوع سمان بجيبون نواحى شركة وكل شركة أفشل من الثانية. هذا المجمع سووا له سيارات البرايفت فقط لا غير. هلقيت لما شافوا فيش مردود مالي لأن السيارات البرايفت جابوا كل العموم اللي حطوا فيه. مرض المجمع سرطان بحت لشفرية بعد 3 سنين. أنا متأكد كل شفرية في 850 شوفير، 850 لو تفحصهم حاليا تلك معهم سرطان من الدخل. المجمع مضغوط تهوية فش. هاي الحمامات أشبر دليل عندك، تفضلوا عبر شوف شو هني رحتين انتو. لا مي ولا صحة ولا بنشرب منه. أنا طبعا إضاءة فش إضاءة كبير الشفرية. يعني ما في حد يعني بتابع موضوع النظافة والأمور الصحية هون. بدك تروح بتروح لهذا بقول لك هذاك، بتروح لهذا بقول لك هذاك، لمين بدك تروح؟ لمين؟ يعني فيش حدا انه يقول لك انا المسؤول. تابعنا قضايا هذا المجمع والتقينا بعدد من المسؤولين وتناقشنا معهم في بعض الاشكالات وبعض الخدمات وواقع الخدمات المقدمه للمواطنين وللسائقين اللي موجودين في هذا المجمع. طلع انت هين الحمام اللي فوق بيسيل علينا، الحمام اللي فوق فوق حمامات بتسيل على المواطن اللي بيجي بتوضى هين. تشامم ريحة الحمامات شامم كيف ما بلغ 850 شوفير في 3 حمامات. 1 2 3 طرحوا علينا انه منظفوا الحمامات هذول مقابل كل واحد يخش يدفع شيكه. احنا رفضنا. أنا بدفع 340 شيكل على السيارة كل ما أدخل،
يعني كل اول شهر برضو منه 340 شيكل اجار الطابع، عدا عن السمسرة السماسرة، عدا عن ترتيب الخطوط، عدا يعني بيطلع علي فوق 700-800 شيكل كل اخر شهر. فوق هيك اذا بدي اجي اتوضا ثلاث مرات في اليوم بدي ادفع 3 شيكل، اذا جيت على الحمام بدي ادفع لي 3 شيكل يعني 6 شيكل، عبئ كبير على الصالة. الخزانات اللي فوق تبعات المي، روح افتحها وشوف شو جواهم، بسس وحمام وعرس. اكثر الاسانسيلات معطله، بالاسانسيل باب الحسبه اهم اسانسيل معطل، المواطن طالع وراه. نعم. طلع هي لازم واحد شايف وين هزمات. نعم. هاي الصبيه هزمت، طلعت سياره وين راحت على اقصى الشمال، في درج هناك بس الدرج عتمه والننجر واقعيين، واحد لحالها بنت لحالها بتخاف تمرق فيه. ليش بتخاف؟ لانه مسافه طويله ومطفي، يعني اكثر من مره كنا نحط اناره، بحطوا اناره ثاني يوم بنحرك الضوء، فيش متابعه، فيش متابعه يا عمي بالمره. في سيارات جوفا عالي بتصفش داخل المجمع، بتصف برا، اذا ويجي واحد عليها مسجان بيضرب بالسكف بيطلعوه برا. تعال بعد الساعه 2:30 3 شوف كلهم واقفين في المجمع، لا قاعه انتظار ولا كراسي ولا شيء، اذا ما لقاش السياره يقعد فيها فش قاعه انتظار. رجعنا اليوم بعد نحكي شهر يعني لنسلط الضوء على بعض الامور ونراقب بعض الامور ونلاحظ بعض الامور اللي احنا راقبناها وكنا نتوقع انه يكون في تطور وتقدم في واقع هاي الخدمات، لكن ما زلنا حتى الان نجد هناك الكثير سواء من السائقين اللي موجودين داخل هذا المجمع ويعتبر جزء من المجمع او من المواطنين بيعانوا من واقع الخدمات ومن نقص الخدمات المقدمه من هذا المجمع.